زعلت لك اليوم؟ لا صدق والله هذا انا صراحه عب عليه بس ما عليه متحملني بالعكس استمتعنا اليوم خذيت كورس بالمحاسبه عند عيسى قعدت هني فتح لي السيستم ضبطني علمني ادبني بالمحاسبه شكرا استاذ عيسى شنو اللي ناطرك في برستيج بالافنيوز قعد حركات يا اطياب الشيخ موترك تحت هني تركب يوديك اطياب الشيخ شكرا يا حبيبنا شكرا هذا اطياب الشيخ اللي هو في الاركيدز هذا هو العطر الجديد اللي هو غريسفل اللي يبي عطر بارد هاليوم اليوم عندهم اطلاق هذا العطر في اطياب الشيخ طبعا موجود في كل الافرع وطبعا في الاونلاين واطياب الشيخ عدد الافرع اللي عندهم بالكويت تقريبا اكثر من عدد المولات في كل مول تقريبا راح تلقى اطياب الشيخ تقييمك صراحه بارد وفرش عطر فرنسي بامتياز يعني ما له اي علاقه بالعطورات العربيه اللي يبي عطورات بارده اللي يبي شيء مرتب عندك غريسفل اللي تو نازل في اطياب الشيخ علي ميرال هذا صديق القديم عندك هني هذا اللي تو نازل تقول تقريبا من 10 ايام من 10 15 طبعا عندهم اطياب الشيخ معروف الخط هذا خط 220 ملي وهذا من العطورات اللي توها نازله اسمه برايت هذا 220 ملي مو 200 ملي 220 بعد طبعا ال 220 ملي عندهم خط ال 220 ملي كله ب 22 دينار ونص ما عدا ريمبر مي الاخضر ريمبر مي الاخضر من طبعا ريمبر مي من العطورات المتميزه جدا في اطياب الشيخ عندهم طلع ريمبر مي هذا الازرق وهذا الاصفر وهذا الاخضر هذا 220 ملي يعني حجم عطرين وهو الاحدث في ريمبر مي العطورات ال 220 ملي مو بس ضخمه حتى البخاخ مالها صراحه ضخم يعني من العطورات اللي ما يحتاج تضغطها كامل نص ضغطه بس كافي ما يحتاج تضغط ضغطه كامله انا اذا حبيت شيء حتى لو قديم حيل يا اخي يصير لي معاه ذكريات العطر هذا لوف اسمه من اطياب الشيخ يمكن من قبل 6 أو 7 سنوات من بداية أطياب الشيخ هذا العطر جدا متميز وأنا صراحة أحبه من العطورات الباردة الخفيفة الأبداح جرب لوف ترى من أقدم عطورات أطياب الشيخ أيوة تقريبا أقول 6-7 سنوات بارد ها هذا من العطورات اللي علاقتي معاه يمكن أكثر من 6 سنوات عطر لوف في أطياب الشيخ 7 سنوات ها 7 سنوات عطر لوف في أطياب الشيخ في بعد من العطورات القديمة في واحد اسمه جميرة هذا جميرة هذا جربه هذا أبرد من البارد أبرد من البارد أنا ترى من زمان مو مجرب أعطني هذا 6-7 سنوات نفس الطريقة من العطورات المتميزة جدا في أطياب الشيخ عطر جميرة إيه هذا صاحبي الأولي جميرة ايوه بحط العطورات القديمة اللي احبها صراحة في اطياب الشيخ عندك جميرة وعندك لوف وعندك 2020 ممكن مو حيل قديم ولكن العطورات اللي يعني خلينا نقول بعد الحين صار لها تقريبا 3 سنوات فهذه العطورات القديمة الممتازة اما الجديد فعندك العطر الجديد عطني اياه وعندك برايت اي لا ابي الجديد اللي اليوم نازل وبرايت من الفئة ال 220 ملي هذا ب 22 دينار ونص وهذا اللي توه نازل عطر فرنسي بامتياز فأروح وأقعد مع ملاك المحلات المطاعم هالسوالف يا أخي تبارك الرحمن تبارك الرحمن البعض من لا شيء ويبدأ من فعلا فعلا من الصفر يعني من الصفر لكن نوه وما كان يخطر في باله يوم من الأيام أنه عنده محل أو شيء لكن يبلش اللي يبلش بفود ترك اللي بلش بس توصيل لكن حلو من وجهة نظري انك ما تجي كلك وبعدين تقول خسرت يعني ما تجي من اول شيء تروح تسوي تأجلك مكان كبير وتاخذ عقد وتدفع خلو بعدين تقول لا ما حسبتها صح عندك فكرة ليش 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 مستعجل بلش تعرف على المجال بلش بيع 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 شيء بسيط يعني حتى لو ارباحك مو كبيرة بس اونلاين تشتري كميات بسيطة تجهزها تودي تجيب أنا أتكلم ترى بمختلف أنواع البزنس
مأكولات، سواء بضاعة معينة، سواء خدمات. بلش بسيط وشوف الصنعة، اعرفها، ولما تتمكن منها اكبر شوي شوي بالشكل هذا، راح تكون انت فعلا متمكن وما تكون انكسرت. لان طبعا اي تجارة لازم فيها كسرة، بس تنكسر على قدك، على مبالغ بسيطة وعلى خبرة، وتكبر بقوة. اي والله خوش خوش جيم. يوم الاثنين، ومعروف كل اثنين يوم البادل. طبعا انا كبتي هنا عامل معاملة كبتي هنا. والله المباركية ماك احد، العادة هالحزة فل طاولات. يلا شهر 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 وما شاء الله يزين الجو هني، مالك ما حط رجل. يا اخي هذا المطعم فيه سر رب العالمين، موفقه في ريج صويلح ما شاء الله تبارك الرحمن. الخليجيين يحبونه جدا، وهو صراحه بعد اكله طيب. موقع هذا بعد يعني صار ضربه معلم، اول بالسالميه وبالقرين، وقبل لا يفتح هذا، بعدين فتح هذا، فتح الجهره. اعرفكم على الاثنين هذولي، انا اقول يشبهون بعض. وقف دقيقه بس بعد اذنكم، هو حتى على المطعم يقول هذا اكيد اخوكم. يا جماعه يشبهون، انا اقول حيل يشبهون بعض، بس لحيه بدون لحيه. والله فهد انا اشوف يشبهك، بس الطول طبعا الطول نفس الشاط، نفس المحركات بعد. الله يبارك له، الله يبارك له ويزيده من فضله. يقول لك مره واحد واقف قدام المحاضره، كان يقول للحضور منو فيكم يقدر يطبخ ويسوي برجر ألذ من ماكدونالدز؟ ألذ من ماكدونالدز؟ الكل رفع ايده، قال أنا نقدر نسوي برجر أكثر ألذ من ماكدونالدز. واجد ناس طباخين يقدرون يسوون برجر ألذ من ماكدونالدز. كان يقول لهم منو يقدر يبيع البرجر اللي سواه لذيذ ألذ من ماكدونالدز، يقدر يبيعه كثر ماكدونالدز ومثل ماكدونالدز؟ كلهم نزلوا ايده. انك تعرف تصنع شيء لذيذ هذا شيء، وانك تقدر تسوي شيء لذيذ وبكميات كبيره هذا مربط الفرس. ترى كل مجال كل مجال كل مجال انك تسوي شيء فني يعني او لذيذ او شيء، سواء طبخ او غيره، نتكلم بشكل عام، تسوي كميه بسيطه لك ترى امر بسيط، بس انك تسوي كميات تجاريه كبيره جدا هذا مو امر سهل ابدا. يعني على سبيل المثال كم واحد قدر يزرع بالكويت زعفران؟ في كم واحد؟ الهيل، القهوه، البرتقال طبعا، والامور هذه في، ولكن تعال يمكن لذيذه اكثر من اللي نشتريها بفرضتك، لكن تعال تقدر توفرها بكميات كبيره تجاريه؟ لا، لان الامكانيات مو موجوده، لان الاوبريشن مو سهل، عملية التشغيل، انك تجيب عمالة ممكن تغطي ممكن تسوي، انك تكيف الشيء مو امر سهل ابدا. طبعا هذا الموضوع شطر على بالي، قاعد اشوف احد الاصدقاء الله يبارك له عنده شركة ومصنع، مصنع اسمه مصنع اقوات. مصنع، لما اقول لك مصنع شنو اقول لك؟ اقول لك شفت الفطيرة هذه اللي بيدي؟ عنده خط الانتاج الواحد يقدر ينتج بالساعة الواحدة 6000 فطيرة. متخيل انه 6000 فطيرة بالساعة الواحدة، يعني لو يشتغل 24 ساعة الامر ضخم جدا جدا. شلون توفر فطيرة لذيذة بمختلف المنتجات اللي سوالف فطيرة الجبن، البيتزا، الجبن والزعتر، لكن بكميات ضخمه جدا. ليش؟ لان ما شاء الله اقوات عسى ربي يبارك له من الشركات اللي تورد حق المقاصف في المدارس. فندعي له ان رب العالمين يبارك له وزيده وجزاه الله خير على هذه النقصه اللي داز لي اياها البيت. الله يجزاك خير يا حبيبي وكثر خيرك، وباذن الله نشوفك مو بس بالمقاصف، نشوفك حتى بكل الجمعيات. الله يبارك لك ويزيدك يا حبيبنا. يمكن كلكم بيوم الايام شريتوا مثل هذه المنتجات وجربتوها، بس ما تتصور ترى ضخامه حجم المصنع، انك انت تنتج 6000 فطيره بالساعه الواحده، وهذا خط انتاج واحد. اللي بصور لكم اياه ان انت ممكن تجتهد وتسوي لك بيتزا واحده، وممكن تسوي 10 بيتزات، يمكن تسوي 20 بيتزا، بس اقول لك 6000
تبيهم بساعة واحدة، تبيهم كلهم محمشين. طبعا قبل محمشين انت اول عاجنهم كلهم عجنة واحدة ومخمرهم، وبعدين ندخلهم مثل ما تقول بالفرن، تبيهم كلهم محمرين بطريقة واحدة، تبيهم كلهم موزعين الجبن داخله بطريقه معينه، تبي كلهم تغلفهم. فعلا فعلا مصنع وليس معمل او فرن. تقدر تسوي فطيره واحده زينه، بس ما تقدر تسوي 6000 فطيره بالساعه لذيذه. وهذا اللي يقول لك جديد 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 وليس للبيع. هذه يا احباب شنو هذه؟ وصلتني من اتش اس ساعه هواوي الجديده اللي أعلنوا عنها قبل فترة، وحتى هذه اللحظة ترى ما تم البيع. القطعة هذه اللي وياي شو كان مكتوب فيه هني؟ Only for testing not for sale. هذه أبدا مو للبيع، هذه نسخة يعني للتجربة. نقول ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الخضرة هذه القياس 46، طبعا هي تجي نفس هذه او نفس هذه، مثل ما تقول يعني خلينا نقول نسائي ورجالي، اللي يحب هذا الشكل او هذا الشكل. الساعه هذه من اقوى مميزاتها شنو؟ عمر البطاريه يصل الى اسبوعين، يعني انسى انسى تشحنها او تحتاج انك تشحنها. مع الشاحن والحركات، وهذه هي الساعه. هذا مزيج ما بين الربل والخام اللي لونها اخضر، ونقول بسم الله. يقول لك البطارية اسبوعين، طبعا تصل الى اسبوعين اذا حطيتها على وضع معين، لكن اذا انت شغلتها فل 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 تقعد 4 ايام واكثر. هذا نظامها. والحلو فيها طبعا الساعة انها معروف هواوي، هواوي تشتغل على الاندرويد وكذلك تشتغل على الايفون. يعني حتى لو انت تليفونك ايفون ممكن تنسق او يعني تكون مناسبه للايفون مرتبطه بتليفونك. كذلك من مميزات هالساعه انهم حيل مركزين في هذه الفئه تحديدا على مساله الصحه والسعرات الحراريه والخطوات، وحتى نظام الجي بي اس او نظام التعقب. الساعه هذه اليوم او الان بعد الساعه 12 تاريخ 26 صارت متاحة للطلب المسبق، اللي بيطلبها يعني بري اوردر توصل تاريخ 3 اكتوبر في اتش اس ستور. طبعا توصل بكل مكان وحتى ب اتش اس ستور. الحين لو تدش اتش اس ستور موجودة في كل فئاتها، هذه الخضرة اللي عندي وهذا سعرها 89.900 بري اوردر. تطلب طلب مسبق توصلك تاريخ 3 اكتوبر، يعني بعد كم يوم. هذه النسائية وهذه الجلد، طبعا كلهم يجي معاهم سماعة هدية.